السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء والطيبون الرائعون، شكرا لكم، شكرا للمتابعة، بارك الله فيكم. القناة غادية بالفضل الله تبارك وتعالى، الفضل ديالكم. شكرا للناس اللي كيبارطاجيو، وشكرا اللي كيعرفوا لنا بالقناة، الله يرحم لكم الوالدين، بارك الله فيكم. اليوم إخواني أخواتي نهار جديد ويوم جديد، وجينا نصوروا لكم مرحلة من المراحل ديال هذا الحي الشعبي. هذا حي من الأحياء الشعبية إخواني أخواتي، كما كتشوفوا كيتوفر على مسجد، كيتوفر على مستشفى، كيتوفر على قاعة مغطاة، كيتوفر على كوليج، كيتوفر على مدارس، وكيتوفر على محظوظ منظر جميل على نار بورغراغ. فيه مارشي كبير، تهيئة ديالو إخواني أخواتي انطلقت لنا من جميع قاعة المغطاة أبي رقرق. البنية التحتية تعودت كاملة، تعودت لنا فيها الواد الحار، الإنارة العمومية، اتصالات المغرب، كل شيء تعود فيه تبارك الله ما شاء الله. هذه قاعة مغطاة، وهذا المركز الاجتماعي للمرأة والطفل، وهذه مدرسة الفارابي، وهادو ملاعب ديال القرب، وهذا المستشفى، المركز الصحي ديالهم، السبيطار ديالهم. اليوم إخواني أخواتي داخل عندنا لاماليف. لاماليف إخواني أخواتي شركة من الشركة المغربية، من الشركات هما كيحيدوا لينا لي بوطو القدام وغيبداو يركبوا لينا في لي بوطو الجديد. وتحية لاماليف وليكيبات كاملين، سواء ليكيب ديال طنجة، سواء ليكيب ديال اكادير، سواء ليكيب ديال مراكش، وجميع الفروق كاملة. تحية لكم أيها الطيبون الرائعون، مرحبا بك إلا جيتي، مرحبا مرحبا. يوم جديد ونهار جديد، وأي حي جديد ملي كندخلوا ليه إلا وكنديروا ليه المعارف، وتنتعرفوا على خوتنا وحبابنا وصحابنا. هناك عشاق للجيش الملكي، هناك عشاق للجيش الملكي. مرحبا بك، اهلا صديقي، انا راجع. انا ليكيب ديال الالكتريسيتي هما تبارك الله عليهم، الاناره العموميه تا هما داخلين هنا، وليكيب ديال او بي اش هما الله يستر لهم الامور. او بي اش بداو لينا من الفوق، هما هابطين. هذه جريده اخواني اخواتي، حتى هي بدات كتريقل، شو وهذا التحرط وغيدير فيها الكازون، وغيديروا فيها فين يلعبوا الوليدات. منظر جميل كطلينا على بورغراغ وعلى هذه الخضره وهذا المنظر الجميل، راه صورته لكم. وهم بداو كيريقلوا لنا هذا البلايص هنا اخواني اخواتي. هنا من صوبوا هذه الحيوطه ولا كاين واحد الربيعه، ديك الربيعه السوفاج اللي كتنوض مع الشتاء، معروفه هذيك، ها كتنوض يا اخي، كون شويه ديال الطراطه تنوض هذيك. هذيك اخواني اخواتي يديروا ليها واحد الدواء، دواء عفريت ديال العفريت. شوف هاد التيرانات، شو سميتو الدواء ديال العفريت، يرشوا هذيك البلاصه ديال التراب، ما مرشي شي حاجه تنوض هنا وتقول ما تنوض، ما كاينش. غيرشوا هذاك العفريت، كيتباع في السواق، سميتو العفريت، بحال كل عفريت كدير غليقه في نص سيترو،
أو رش لينا ما زيدي لي ها في يد الله تراب تراب كيقتلو وهادي بلايكا الاولاني اللي كانوا فيه الدراري ديال القباش ديال الاس جي تي ام هنا ليكيب ديال القباش اللي كانت هنايا هي اللي كانت شدات لينا هاد القنيه هو الشوف إذن ونمشيو نشوفو لي زوطر إيكيب صيدلية الفخارة هنايا كاين واحد الديبو الأولاني وكاين عندنا ديبو الثاني والاشغال غاديه كامله شو الخدمه الخدمه ما كاين غير الله يعطيك الصحه خلي هادو صحاب الدخل اللي نوم كيدوزوا اخر مره انتوما خوتي كيفاش داير الدنيا كلشي هادشي ان شاء الله يتريقل وكل شيء يشدينا اللاصه ديالو ليكيب ديال بي اش هي وصلت لهنايا ها هو الصحراوي هذا تبارك الله جوكر صحيح هذا شحال حاجه دوزه الحراقيه ديال الخدمه عبد اللطيف عبد اللطيف مرحبا هذا عبد اللطيف جوكر هو تبارك الله ما شاء الله كاين مروان حتى هو جوكر كاين هذا الدريري هو جوكر الخدمه فين ما حطيتيهم شوف فين وصلوا اليوم فين ما حطوش وهم كاينين الله يعطيك صحيحت ولا ابو تريزا كيدير الله يحفظك ليا الخدمه هذا راه جوكر حتى هو اللي دوز لينا الحي ديال لي ديال سميتو الحي ديال الدوار هذه هي ليكيب اللي كانت في الدوار هذه هي ليكيب اللي كانت في الدوار كامله رجليه هما جايين طالعين ما هادشي كيسرعوا فيه هادو تابعين الاتصالات هادو تابعين الاتصالات اتصالات المغرب جايه داخله هنايا جيش هذا يلا تعود هذا الحيط هو حضرنا ليه فاش كان كيتعود هي السلعة غادي تدخل هابطين تشوفنا وهذا المركز تا هو السبيطار ديال هاد الحومة دابا راه كل حومة ولا عندها السبيطار ديالها كل حومة ولا عندها السبيطار ديالها تبارك الله ما شاء الله
مازال نضرب لكم مع الدويره نوريكم هذا هذا الحي حتى هو كيفاش مشى. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.